ون بلس اكس سيري بالعربي وتابلت عملاق من سامسونج. اهلا بك في نشراتك. الشركة الصينية الصاعدة ون بلس اعلنت عن ثالث هواتفها ون بلس اكس بعد اسابيع من التسريبات والاشاعات، وجاء الهاتف بسعر منخفض وبمواصفات جيدة. لنشاهد تقرير رقمي عن الهاتف. بناء على نجاحها في أول هاتفين لها، تشجعت الشركة الصينية الصاعدة ون بلس وكشفت عن ثالث هواتفها والذي يحمل اسم ون بلس اكس بسعر رخيص، لكن الشركة قالت إنه نعم رخيص لكن هذا لا يعني أنه سيء. الهاتف يعمل بنظام أكسجين المبني على أندرويد لوليبوب، وجاء بنسختين متشابهتين في المواصفات ومختلفتين في التصميم والسعر. النسخة الأولى والرئيسية للهاتف اسمها أونكس، وجاءت من الخلف بتصميم زجاجي وهيكل معدني والوزن 138 جرام. أما النسخة الثانية اسمها سيراميك، ومن الاسم نعرف أن الهاتف مصنوع من السيراميك ومقاوم للخدش، لكنه أثقل بوزن بلغ 160 جرام، وكلا الهاتفين يتشاركان بوجود إطار معدني. شاشة الهاتف مقاسها 5 إنش من نوع أموليد بدقة فول اتش دي بكثافة بيكسل 441 بيكسل لكل إنش، ومحمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس 3، ومساحة الشاشة حوالي 71% من المساحة الكلية للهاتف، وهذا استغلال جيد للهاتف. وتقول ون بلس إن الشاشة تقدم عمقا في الألوان ورؤية قوية تحت أشعة الشمس. المعالج سناب دراجون 801 رباعي النواة، ما يجعل الهاتف أمام تحدي كبير لإثبات قوة في أدائه، ومعالج رسوميات أدرينو 330، أما الرام 3 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية 16 جيجا بايت، ويمكن تركيبه خارجية حتى 128 جيجا بايت. يدعم الهاتف شريحتي اتصال، كما يدعم شبكات الجيل الرابع LTE، ولا يحتوي على مستشعر بصمة. الكاميرا بدقة 13 ميجا بكسل مع فلاش LED وفتحة عدسة 2.2 وميزة الضبط التلقائي للصورة. وتقول ون بلس إن الكاميرا مصممة لالتقاط صور في مختلف الظروف، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميجا بكسل. البطارية قدرتها 2525 ميلي أمبر، غير قابلة للإزالة، وتقول الشركة إنها كافية للعمل عليها طوال اليوم. الورقة الرابحة دوما لون بلس هي السعر. الهاتف بنسخة الزجاج والمعدن أونكس يبدأ من 295 دولارا في أوروبا بدءا من 5 من نوفمبر، و250 دولارا في الولايات المتحدة في 19 من نوفمبر. أما نسخة سيراميك بسعر 406 دولارات في 24 من نوفمبر في الهند وأوروبا. واستمرت ون بلس بسياسة البيع عن طريق الدعوات، لكنها قالت إنه بعد طرحه بشهر سيكون هناك يوم كل أسبوع بدون دعوات. ما رأيك بالهاتف الجديد؟ وهل السعر مغري بالنسبة لك؟ شاركنا في التعليقات. لم تتأخر سامسونج كثيراً للرد على أبل ومايكروسوفت، وأعلنت عن تابلت جالاكسي فيو بشاشة كبيرة جداً، مساحتها 18.4 إنش بدقة فول اتش دي، ويعمل بنظام أندرويد مع معالج إكسينوس 7580 ثماني النواة ورام 2 جيجا بايت، وسعر التابلت يبلغ 600 دولار، وسيبدأ البيع في شهر نوفمبر. هل ترى تابلت بشاشة عملاقة فكرة عملية للمستخدم؟ شاركنا رأيك. والآن مع سؤال الأسبوع. جوجل أعلنت عن خدمة يوتيوب ريد المدفوعة، ولتتعرف عليها شاهد تقرير رقمي من هنا. فهل ترى هذه الخدمة سلبية أم إيجابية؟ وهل ستشترك بها أم لا؟ هذه كانت آراؤكم. الغالبية الكبيرة من متابعي رقمي انتقدوا خطوة يوتيوب الجديدة واعتبروها سلبية لأنها وسيلة لجمع المال فقط، مما سيؤثر سلبا على المشاهدين خاصة في الدول الفقيرة. وهذا رأي باسل السعيد وشريف محمد وعلي الخفاجي وبلال محمود وعادل سمارة وعبد الحميد بن ناجي ورشيد شريف ويوسف محترم. لكن هناك من اعتبرها إيجابية وتقدم مميزات إضافية، وربما تكون وسيلة لدعم أصحاب القنوات مما يرفع مستوى الجودة. وهذا رأي محمود شبايك وكرم ماري وأمين العربي وسامير جميل وأحمد زين وعدنان إيثان. استطلاع الرأي في تويتر قال إن الأغلبية الكبرى تراه بالفعل سلبيا، وكتب أحدهم قائلا اليوتيوب يمارس الطبقية حتى على الإنترنت. وتوقع عبد الهادي بن صوفان قائلا ستنتهي قريبا لأن يوتيوب سيواجه مقاطعة قوية. شكرا لكل من شاركنا، وانتظروا سؤال الأسبوع كل ثلاثاء على صفحاتنا. والآن سريعا مع أهم أخبار الأسبوع. وأخيراً بعد طول انتظار، خدمة سيري تدعم اللغة العربية مع iOS 9.2. أبل
الشركة افتتح أول متجرين في أبوظبي ودبي، وهما أول متاجرها في الوطن العربي، كما وتعلن عن أرباح قياسية تصل إلى 11 مليار دولار في الربع الثالث من العام، بزيادة 22% عن نفس الفترة العام الماضي. والسبب الأكبر يعود للآيفون ببيعها 48 مليون هاتف، وتعد بذلك أغنى شركة تكنولوجيا بالعالم. الحكومة الأمريكية تعلن وبشكل مفاجئ أن الجيلبريك لأجهزة آيباد وأبل تي في عملية قانونية. ومن أرباح أبل إلى خسائر شركة فولكس فاجن، والتي تكبدت أكبر خسائر مالية لها منذ 15 عاماً بأكثر من 3.5 مليار دولار بسبب فضيحة التلاعب بانبعاثات الغاز من سياراتها. شركة LG ستبدأ شحن هاتفها LG V10 إلى جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل. شاهد تقرير رقمي عن الهاتف أسفل الفيديو. نسخة الأونلاين التجريبية من لعبة Uncharted 4 سيتم إطلاقها في ديسمبر القادم. المغرب تبني أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في إفريقيا، وستنتج 500 ميجا وات، ما يكفي لتشغيل مليون منزل. فيسبوك تعلن أنها تعمل للحد من طلبات وإشعارات الألعاب المزعجة للمستخدمين. أسفل الفيديو هنا اضغط لايك واشترك معنا بالقناة وتابعنا على حساباتنا، وانتظرنا كل أحد مع حلقة جديدة من نشرتك. وفي الختام نتركك مع فيديو لكاميرا مراقبة منزلية مبتكرة ومسلية. مشاهدة طيبة ونلقاك الأحد القادم.